خلونا نروح النهارده لجوله شديده الاهميه على الاقل من وجهه نظر المذيع المتواضعه يعني. بدات الجوله الافريقيه لرئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي بزياره تنزانيا، والتجربه التنزانيه تجربه مهمه جدا في افريقيا. تعقبها لزياره لرواندا. رواندا اللي سبقانا في مجال الرعايه الصحيه ومجال التعليم، وده مهم. زياره اخرى الى الجابون، الجابون اللي محطوطه على خريطه البنك الدولي كواحده من توقعاتهم في الاقتصاديات الصاعده الرائده القائده في افريقيا. ثم تختتم الزياره ان شاء الله سبحانه وتعالى بتشاد. الجولات الافريقيه اللي بتتعمل من قبل الرئيس شديده الاهميه في اطار إن أردت أن تسميه العلاقات التاريخية وعلاقات أبناء القارة الواحدة وعلاقة عودة مصر كدولة قائد إلى إفريقيا شيئا فشيئا ورويدا رويدا، احسبها زي ما تحسبها، لكن ده لازم بسبب حجم وقوة مصر ووضعها الجيوسياسي، وليس تفضلا من مصر على إفريقيا وليس ترفعا من مصر على سائر الأشقاء الأفارقة، وفي نفس الوقت شديدة الأهمية لخلق علاقة انفتاحية حقيقية مع بعدنا الرئيسي ألا وهو البعد الإفريقي، زي بعد آخر رئيسي ألا وهو بعدنا المتوسطي أو البحر المتوسطي. إحنا ننتمي للبحر المتوسط بقدر انتمائنا لقارة إفريقيا. علاقتنا مع دول المتوسط زي علاقتنا المفروض مع إفريقيا وزي علاقتنا مع بقية دول جامعة الدول العربية. الرئيس السيسي بيأكد النهاردة خلال المؤتمر الصحفي على حرص مصر على التشاور الحقيقة بشأن كافة القضايا المتعلقة سواء إذا كان بإفريقيا أو بمصر، وده في إطار زي ما كنت بقول لكم زيارته الإفريقية أو جولته الإفريقية. أشاد الرئيس السيسي بمجهود الرئيس التنزاني الحقيقة في مجال مكافحة الفساد، ولو تاخدوا بالكم أنه تنزانيا قاعدة عمالة بتتقدم في مراكزها الخاصة بمؤشر الشفافية. الرئيس النصم أشيد بمجهود رئيس تنزانيا الملحوظ في مجال مكافحة الفساد وتطوير الأداء الإداري للدولة، وبنهتم بتعزيز التعاون القائم بين المؤسسات الرقابية بين البلدين في هذا المجال، لا سيما مع ما تقوم به مصر من جهود مكثفة في مكافحة الفساد وتبني الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018. الدكتور الأستاذ الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة منورنا على التليفون. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ يوسف. يعني انت واحد من اهم الناس التي تتحدث عن افريقيا، مهم عندي ان انا افهم اهميه هذه الجوله واللي بتبدا من تنزانيا وتنتهي بتشاد. يعني لنا ان نعلم انه كان في وقت من الاوقات كان الافارقه ينظرون الى مصر باعتبارها دوله غير افريقيه من الناحيه العمليه، رغم انها تمثل البوابه الشماليه الشرقيه للقاره الافريقيه، لكن كان هناك تشكيك في حقيقة انتماء المصري إلى القارة السمراء. هذا التشكيك جاء نتيجة لأن مصر ابتعدت عن أفريقيا لسنوات مديدة، وكان حضورها في أفريقيا حضورا شكليا، ولكن مع عودة مصر إلى القارة السمراء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بات الافارقه يشعرون بالفعل ان هناك شيئا ما تغير، وهو ان مصر عازمه على ان تعود بقوه لكي تطرق ابواب القاره السمراء. وهذا الامر لمسناه في الدستور المصري الذي اكد على حقيقه الانتماء المصري للقاره الافريقيه وعلى أهمية نهر النيل في حياة المصريين، أيضا من خلال تشكيل لجنة للشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري وقطاع للشؤون الأفريقية في الوزارات المصرية، وأيضا احتضان مصر للفعاليات الأفريقية على الأراضي المصرية في شرم الشيخ، وأيضا يعني حضور الرئيس السيسي للقمم الأفريقية واستقباله لزعماء القارة الأفريقية وزياراته المتعددة للقارة الأفريقية. الرئيس السيسي كان مؤخرا في كينيا ثم في أوغندا، صحيح، والآن هو في جولة تشمل أربع دول، وهي دول في الحقيقة شديدة الأهمية بالنسبة للأمن الوطني المصري والأمن القومي العربي أيضا.
عظيم جدا. طيب الزيارة بتشمل مجموعة من الدول بعضها لديها تقدم واضح في مسألة مؤشرات ومعايير الشفافية على المؤشرات على صعيد المؤشرات الدولية، وبعضها تراها مؤسسات زي البنك الدولي، وتحديدا بتكلم على الجابون أنها دول صاعدة أو اقتصاديات صاعدة خلال الفترة القادمة. بتعتقد أنه هل فعلا من الممكن أن يكون هناك تعاونا حقيقيا ملموسا وثيقا ما بين مصر وهذه الدول الصاعدة أو الدول المفتاحية في القارة السمراء خلال الفترة القادمة؟ بالفعل الاتحاد الأفريقي ذاته جعل العام 2018 عاما لمكافحة الفساد في القارة الأفريقية، وهناك دول عديدة في القارة الأفريقية تكافح الفساد رافعة شعار زيرو كوربشن، بمعنى انه لابد ان يصل الفساد الى الصفر، لان الفساد في القارة الافريقية كان منتشرا لدرجة ان بعض الدول الافريقية كانت تسمى الدولة الكروية، بمعنى ان الدولة نفسها كانت اداة للنهب الممنهج. هناك تجارب عديدة في القارة الافريقية مثل تجربة غانا، تجربة كينيا، ايضا تجربة تنزانيا وهي دولة من دول حوض نهر النيل، ورواندا دول طبعا رواندا، يعني رواندا لديها تجارب عديدة. يعني دعنا نتحدث اولا عن تنزانيا، هي دولة حوض نيل ودولة قرن افريقي بمعنى القرن الافريقي الكبير، وبالتالي هي مهمة لمصر على محورين، محور الامن المائي ومحور الامن في اقليم البحر الاحمر والمحيط الهندي، لانه في النهاية يفضي الى قناة السويس وهي من اهم الممرات البحرية في العالم واحد اهم مصادر الدخل القومي المصري. اما رواندا فهي في الحقيقه تجربه ثريه في التحول من الصراع الداخلي والاباده الجماعيه الحرب الاهليه الى المصالحه الوطنيه. صحيح. لان رواندا كانت في وقت من الاوقات يعني مضربا للامثال من حيث عدد القتلى والجرحى والنازحين واللاجئين الناجمين عن صراع داخلي. أكثر من 800,000 مواطن رواندي لقوا حتفهم نتيجة للصراع ما بين الهوتو والتوتسي في رواندا في العام 1994. الآن يتحدثون عن كيجالي العاصمة الرواندية باعتبارها واحدة من أنظف وأهم العواصم في القارة الأفريقية، بعد أن كانت جثث مليون رواندي ملقاة في الشوارع والطرقات وعلى ضفاف الأنهار والبحيرات وأوبئة وتلوث لا حد له، تحولت رواندا تحولا كاملا. بالطبع يعني العالم الآن يعني يتعجب من كيف تحولت رواندا من هذه الدولة التي كانت تعاني من الإبادة الجماعية، وكان يتم إلقاء الجثث بالفعل في الشوارع وفي الانهار، نهر كاجيرا تحديدا وهو احد روافد نهر النيل. رواندا الان دوله تعد نموذجا في تحقيق المصالحه الوطنيه والمشاركه الشعبيه، ولذلك الان اصبح في انتخابات دوريه، واصبح هناك تعدديه حزبيه، واصبح الجميع يشارك في الحياه السياسيه والاجتماعيه. صحيح. دوله ايضا مثل تشاد، وهي دوله تشملها هذه الزياره ايضا، تشاد على خطوط تماس مع ليبيا وخطوط تماس مع السودان، وبالتالي تشاد في قلب الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب، لأنها تقود الآن عملية برخان لمكافحة جماعة بوكو حرام في نيجيريا وإقليم غرب أفريقيا بوجه عام. إذن تشاد لديها يعني أسهم مهمة في مكافحة الإرهاب سواء في نيجيريا، في أيضا الصراع في ليبيا، الصراع في إقليم دارفور في شمال غرب السودان، وأيضا تشاد أيضا كانت من الدول الداعمة لعودة مصر إلى العضوية الكاملة للاتحاد الأفريقي، وينتمي إليها السيد موسى فقيه وهو مفوض للاتحاد الأفريقي في الوقت الراهن. إذا هي دولة مهمة. الدولة الرابعة وهي الجابون، والجابون إحدى أهم القلاع الآن النفطية في إقليم غرب أفريقيا، وبالمناسبة إقليم غرب أفريقيا الآن يسمى الخليج العربي الجديد، وبالتالي هي دولة نفطية مهمة. أعتقد أن أيضا لديها فرص أو فيها فرص استثمارية مهمة جدا بالنسبة لمصر، خاصة في قطاع الطاقة
وقطاع الاتصالات. إذا هي زيارة أعتقد أنها يعني شملت دولا عديدة، كل واحدة من هذه الدول ذات أهمية خاصة بالنسبة للدولة المصرية. وأتمنى بالفعل أن تتكرر مثل هذه الزيارات، ليكون هناك 4 جولات للرئيس عبد الفتاح السيسي في القارة الأفريقية بخلاف استقباله للزعماء والفعاليات الأفريقية، لكي نؤكد بالفعل أن مصر عادت للقارة الأفريقية وهي تمثلها بالفعل الآن في مجلس الأمن الدولي وفي مجلس السلم والأمن الأفريقي وفي قمة المناخ العالمية وفي فعاليات عديدة أخرى. صحيح، أنا عايز أشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور أيمن شبان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.